السلام عليكم طلاب، اليوم المحاضرة الثالثة لبرنامج مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اوفيس وورد، برنامج الطباعة لطلاب المرحلة الأولى في كلية هندسة الشرقاط. أخذنا بالمحاضرة السابقة المجموعات اللي أخذناها هي الصفحة الرئيسية وأدواتها. أخذنا قائمة، العفو، القائمة الصفحة الرئيسية، أخذنا قائمة إدراج اللي بيها إنه كيف ندرس صفحة غلاف أو صفحة فارغة، أو كيف ندرج جدول بأحد الطرق الموجودة، يا إما نرسمه يا إما نستدعيه من أكسل، كيف ندرج صورة، وكيف ندرج الأشكال المتنوعة، كيف ندرج لقطة للشاشة أو مخطط بياني أو سمارت آرت، الأشكال اللي ممكن نستفاد منها لإيصال فكرة معينة أو لإعلان، وكيف ندرج رأس وتثير الصفحة أو رقم للصفحة ممكن ندرجه بأعلى أو أسفل الصفحة. أخذنا إنه شلون ندرج مربع النص إذا أردنا أن نرسم داخل مربع معين. أخذنا كيف ندرج الوورد آرت اللي هي الخطوط بأشكال متنوعة، وشلون ندرج تاريخ اليوم أو ندرج معادلة معينة، صيغة من صيغ المعادلات، أو ندرج رموز من الرموز المتوفرة مثل شكل هاتف أو غيره. وكنا كل ما ندرج أي جزء أو أي شيء تطلع عندنا مثلا أدوات جديدة اللي هي أدوات الشكل أو أدوات الرسم أو أدوات الجدول أو أدوات الصورة، اللي هي هاي نقدر بها عن طريق هاي القائمة الجديدة اللي ظهرت إنه نعدل على الأشياء اللي نريدها. اليوم راح ناخذ قائمة جديدة اللي هي تخطيط الصفحة. تخطيط الصفحة بها أكثر من مجموعة. أول مجموعة هي مجموعة نسق، هاي المجموعة مسؤولة عن أي شيء يخص الصفحة اللي هي صفحة غلاف وليس الصفحة العادية. يعني الآن إحنا مثلا، الآن إحنا بالصفحة الثانية نريد نكتب نص معين، راح نروح نسويه بالوسط ونسويه غامق ونسوي لونه أحمر. نيجي حجم النص مثلا نسوي 48، نكتب engineering، هندسة. الآن إذا نلاحظ الآن كتابة حمراء. إذا نيجي على تخطيط الصفحة وعلى نسق وجينا عدلنا على الألوان، نلاحظ اللي جاي يتغير هو فقط الغلاف وتفاصيله. الألوان مثلا هاي الألوان الداخلية، حتى لون الخط اللي بالداخل يتغير بالاعتماد على النسق. الخطوط اللي يتعامل وياها، هاي الأشكال مثلا المربعات وغيره وداخله. فإذا النسق هي مسؤولة عن، بعد إدراج صفحة غلاف، مسؤولة عن تغيير الألوان والخطوط والتأثيرات الموجودة. المجموعة الأخرى هي مجموعة إعداد الصفحة. من اسمها إعداد الصفحة، هي المسؤولة عن كل شيء متعلق بالصفحة مالتنا. يعني الهوامش، أولا الهوامش هي يحدد لنا الأطراف الفارغة من الصفحة اللي ما مسموح بالكتابة بيها، يعني راح تنحجز من الأعلى ومن الأسفل وغيره. الآن كلمة انجينير، إذا نلاحظ من الأعلى أكو مجال ما يسمح لنا نصعد عليها. إذا جينا على الهوامش سويناها أضيق، شوفوا لاحظوا كنترول زيت كنترول واي، يشوفنا أنه هذا الجزء الأعلى صار أضيق، متوسط هذا راح ياخذ مساحة معينة، عريض راح ياخذ فراغ جدا كبير. يعني إذا استمرينا بالكتابة تلاحظون أنه حدود الكتابة هي هاي، يعني لكن إحنا إذا رجعناه طبيعي حدود الكتابة راح تصير أوسع من الأطراف الجانبية. الاتجاه هو ممكن أنه الورقة مالتنا الآن هي اتجاه عمودي، ممكن نحولها الى اتجاه افقي. يعني مثل انت نريد نطبع جدول معين بشكل افقي، فممكن نغير منين، من مجموعة تخطيط الصفحة، العفو، من قائمة تخطيط الصفحة مجموعة اعداد الصفحة، راح نروح على الاتجاه. الحجم ممكن نغير احجام الورق مالنا، يعني احنا الورق العادي اللي نستخدمه عادة هو A4، لكن ممكن تغير إذا ردت أنت تطبع مثلا letter، رسالة، أو A4 أو A5 وغيره.
فأيضا ممكن تغيير حجم الورقة. الأعمدة، شنو فائدة الأعمدة؟ بالمناسبة الهوامش عندنا وحدة منهن اللي هو معكوس. هذا معكوس يستخدم شنو؟ يستخدم عادة عندما تريد تطبع كتاب، فالكتاب مكان الكبس راح يصير بيه فراغ أكثر. فإذا نلاحظ، نيجي نلاحظ الآن، خلنا نغير النص، نسويه أسود لون النص. راح نروح على الصفحة الرئيسية على مجموعة خط، راح نسويه أسود. صفحة غلاف راح نحذفها كلها، هاي الصفحة كلها راح نشيلها، خلي صفحة واحدة فقط. كنترول اي ديليت، نجي هنا كنترول اي ديليت، راح نكتب نص معين، خلي نكبر كنترول اي، يجي حجم الخط. نفرض انه هذا النص مالنا الان موجود على صفحة عمودية، شلون نغيرها نسويها افقية؟ راح نروح على تخطيط الصفحة على اتجاه نسوي عمودي. الان عندنا هذا النص. الهوامش قلنا احنا ممكن انه نسوي هذا، نلاحظ اذا كتبنا اكثر، كنترول اي كنترول سي، راح يترك الصفحة الاولى الفراغ بالصفحة الاولى يختلف عن الصفحة الثانية، حتى من نسوي كتاب ويطوى من الوسط راح يخلي مجال هنا فراغ للكبس. نرجع على موضوع الأعمدة. أحيانا إذا أردنا أنه إحنا نكتب فد مطوية أو تقرير دليل لفد شيء معين أو مجلة، راح نستخدم موضوع الأعمدة. إحنا ممكن نكتب كل الورق عبارة عن عمود واحد، لكن ممكن نسويها عمود. يعني الآن في هذه الحالة الكتابة صارت بعمود، يعني إيش قد نستمر إحنا؟ يعني هذا العمود الآن إذا كتبنا استمرينا بالكتابة راح يستمر إلى أن ينتهي العمود. ممكن نسويها ثلاثة أعمدة، راح نلاحظ أن الورقة مالتنا احتوت على ثلاثة أعمدة من الكتابة. ممكن تكون يمين، يعني ممكن يكون العمود اللي على اليمين أرفع من العمود اللي على اليسار كما هو الحال في موضوع المطويات. فالهوامش هي تحديد المساحة المستند تحكم المساحة المخصصة للكتابة. يعني نختار الحجم، ممكن احنا هوامش مخصصة احنا نحددها. الاتجاه هو لتغيير اتجاه الورقة، غالبا ما يستخدم الاتجاه الافقي للكتابات العريضة او الكبيرة مثل الجداول. الحجم هو حشينا لتغيير حجم الورقة، هذا هو الستاندر، هو الاي فور. الاعمدة كما اذا كان النص شعر او جريدة او غيره. الفواصل، نجي على المجموعة الأخرى اللي هي العفو من ضمن المجموعات أداة صفر، نجي على الفاصلة. الفاصل هسه نرجع الأعمدة نسويها عمود واحد حتى تكون صفحتنا واحدة. أحيانا أنت تريد تكتب أول خمس صفحات، اللي يشتغلوها دائما دول جماعة الأطروحات، أول خمس صفحات تكتب مثلا أرقام باللغة اللاتينية اللي هي I ودبل I وهكذا. بعدها مثلا من تبدا الرساله بالفصل الاول تبدا الارقام تتغير الى اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه. هاي شلون ممكن احنا نحصلها؟ ممكن نحصلها عن طريق اضافه فواصل. يعني نيجي نسوي فاصل بين صفحه وصفحه، يعني ينتهي المقطع مالنا، بحيث المقطع الاول اعداداته وتاثيراته يختلف جذريا عن المقطع الثاني. انت ممكن مثلا اول مقطع الصفحات مالته افقيه وثاني مقطع الصفحات عموديه. لكن الان اذا نيجي نضغط ضغط مستمر راح نشوف انه هاي كلها عبارة عن الصفحة الاولى ما بها صفحة ثانية. لكن اذا جينا هنا مثلا ورحنا على تخطيط الصفحة على فواصل الصفحة التالية، راح ندوس دبل كليك، راح نلاحظ انه هذا المقطع انتهى، رأس المقطع الاول او الصفحة الاولى. ونجي هنا الصفحة الاولى من المقطع السابق، بحيث ممكن انه هذا ترقيمه يكون يختلف وتفاصيله الداخلية ايضا تكون تختلف. أرقام الأسطر، ممكن أنه نحط آلية ترقيم الأسطر، ترقيم الصفحات وترقيم الأسطر، ممكن نسويها مستمر أو بلا ترقيم. الواصلة، الفواصل اللي بين الأحرف، الفراغات اللي بين الأحرف بين حرف وحرف، ممكن نتحكم بيه أنه نسويه بأبعاد مختلفة.
فيصير اكو فرق. شوفوا لاحظوا انه الفرق بين هاي وهاي صارت الفاصل بين الصفحات الارقام تختلف. العلامة المائية، احيانا احنا نريد نطبع كتاب معين ونريد نسوي به مثل حقوق النشر او حقوق الطبع، او نريد احنا نوصل فد فكرة معينة، ف هي عاد المفروض هي تروح بإدراج اذا نريد. لكن هذا تخطيط الصفحة هو مسؤول عن اي شيء متعلق بالصفحة. يعني العلامة المائية، الآن أنا ممكن أضيف علامة مائية، يعني أنا ممكن تكون صورة، ممكن أنا أخلي صورة معينة. خلينا نشوف مثلا، لنفرض أنه أنا أريد أخلي في صورة معينة تكون خلفية. خلينا نشوف مثلا كتابة، نص مثلا نكتب هندسة الشرقات، اللون ماله خلي يكون مثلا لون مميز احمر شبه شفاف. تطبيق، لاحظوا انه صارت هاي الكلمة تخلف كل الصفحات، لكن الكتابة ما لها علاقة بها. يعني ممكن احنا نكتب فوقها، لكن هي عبارة عن علامة مائية. علامة مائية يستخدم لإدراج نص شفاف أو صورة مظلل خلف النص الأصلي، ممكن يكون سرية أو أهمية أو غيره، أو حقوق ملكية أو إعلان معين. إذا واحد هي العلامة المائية، اثنين هي لون الصفحة، ممكن احنا نلون الصفحة مالتنا بلون معين تصير مثل الباك جراوند أو لون الصفحة. يعني إذا سألنا شلون ممكن احنا نغير لون الصفحة، راح نقول نروح على قائمة تخطيط الصفحة، على مجموعة خلفية الصفحة، راح نروح على لون الصفحة. كيفية إزالتهن، لإزالة العلامة المائية ناخذ نفس الطريق، لكن نروح على اختيار إزالة، يعني من تخطيط الصفحة، قائمة تخطيط الصفحة، مجموعة خلفية الصفحة، علامة مائية، راح نروح على إزالة. نلاحظ إزالة العلامة المائية. لإزالة لون الصفحة نروح على تخطيط الصفحة، مجموعة خلفية الصفحة، لون الصفحة، راح نروح على بلا لون. وأيضا ممكن إنه إحنا أيضا نخلي حدود للصفحة، هاي العلامة المائية. حدود الصفحة ممكن هذا نخلي إطار للصفحة. شنو الخيارات الموجودة بيه؟ الخيارات الموجودة إنه ممكن إحنا نخلي حد للصفحة عبارة عن خط إطار عادي، وممكن نخليه عبارة عن رسم، رسومات الموجودة المتوفرة ممكن نسويه بهاي الطريقة. أيضا إزالة الحد ممكن نروح على نسويه بلا رسم، والأشكال هاي نشيلها في دماغ بالخطوط ونشيلها. إذا حد الصفحة يختص هذا الأمر بإضافة أطار للصفحة، نختار الشكل المناسب، من هنا نختار اللون، اختيار العرض المناسب، العرض المناسب للخط ممكن نقلل ونكبر، وهنا الأشكال المتنوعة. نكمل ضمن حدود الصفحة، ضمن تخطيط الصفحة، العفو، المجموعة خلفية الصفحة خلصناها. نيجي على فقرة. الفقرة هي مسؤولة عن التباعد، تباعد النصوص بعضها مع بعض. لاحظوا شلون انه انا ضمن هاي المجموعة صار اكو فراغ من هنا، فراغ ممكن من اليسار ومن اليمين، ممكن تباعد الاحرف بيناتهن من الاعلى ومن الاسفل، فهي هاي مسؤولة عن تباعد النص عن جهة اليمين أو اليسار بالنسبة للصفحة، وتباعد النص عن بداية الصفحة من الأعلى أو من الأسفل. يعني هذا النص مالي، خل أجي هذا النص أظلله، أجي هنا ممكن أتحكم بجهة اليمين أو جهة اليسار أو موضوع الأعلى أو موضوع الأسفل. يعني ممكن أنا أتحكم به عن طريق قائمة تخطيط الصفحة، مجموعة فقرة، وأجي على المسافة البادئة أو التباعد. هاي المجموعة الترتيب هي الأمور الخاصة بالصورة، يعني أي شيء متعلق بالصورة.
يعني الآن خلي أدرج صورة، راح أروح على إدراج، على مجموعة رسومات، راح أروح على صورة، راح أدرج هاي الصورة. هاي الصورة إذا لاحظ بتخطيط الصفحة تفعل ذن الأدوات اللي هي الموضع، يعني نريد الصورة يعني وين مكانها بالنسبة للنص، من الأعلى، بالوسط، بالمنتصف، التفاف النص مثلا، تريد نخلي الصورة خلف النص أو أمام النص بحيث يختفي النص خلفه، ممكن نخليها الصورة خلف النص بحيث ما يتأثر الكتابة عليها. فهي هاي الأمور الخاصة بالصورة. انتهت هاي المجموعة اللي هي مجموعة تخطيط الصفحة. مجموعة مراجع هي المجموعة المتعلقة بالأشياء اللي جدولة الأشياء وفهرستها. يعني إذا أنا عندي رسالة بيها نخلي أني بالنصوص، نفهم بالنصوص بالصفحة الرئيسية ضمن أنماط إنه هذا عنوان. تذكرون حكينا قلنا إنه هذا عنوان، هذا النص مثلا عنوان آخر، عنوان فرعي، وهذا النص عبارة عن عنوان فرعي آخر. الآن بمراجع ممكن نضيف جدول للمحتوى، نخليه بداية الصفحة، جدول المحتويات، ونضيف محتويات. شوف الآن يعني طلع أن الكونتنت لم يتم العثور على محتويات لأن احنا ما سويناها. فهذا إدراج جدول المحتويات. هذا لإدراج حاشية سفلية، أحيانا بعض الطروحات بها كتابة، وياخذ بالذات باللغات العربية والكليات الإنسانية، ياخذ مثلا نص معين من مكان معين، فلازم يشير لهذا النص انه هذا من فلان مكان وفلان، فيسموها حاشية سفلية. اذا عندنا مجموعة صور، ادرجنا مجموعة صور ورسومات واشكال، فنريد يعني مثلا عندنا صورة نريد نسوي لها تسمية. خلينا نشوف مثلا هنا رحنا على ادراج على صورة، ادرجنا هاي الصورة، التفاف النص نسويها مربع حتى نتحكم بها. الآن جينا على مراجع وجينا إدراج تسمية توضيحية، يعني يكتب هاي رسم توضيحي الأول، إذا هي رسم، إذا هي معادلة، إذا هي فيجر شكل. فممكن هذن أو الجدول ممكن إنه نسوي لهن جدول محتويات للرسومات وللأشكال، اسمه أسفل موافق، نلاحظ إنه هذا صار بي تسمية. خلينا نكبر حجم الخط بالتسمية، نسوي من الوسط ونسوي غامق، نلاحظ انه هذا الفيجر واحد، هو هذا الشكل فيجر واحد. ممكن ايضا انه نسوي جدول نسوي جدول للتسميات التوضيحية. هذا خلينا نشوف موافق. تلاحظون انه هذا فيجر واحد موجود بصفحة رقم صفر، ليش؟ لانها كانت صفحة غلاف. فإذا ندوس انتر ونحطها على الصفحة الثانية، ونيجي هنا نقول له لهذا الجدول نقول له تحديث، تحديث بأكمله، راح نلاحظ انه هذا الفيجر اللي هي هاي الصورة مخزونة في الصفحة رقم واحد. اذا نروح على ادراج ارقام الصفحات من الاسفل ونخليه يسوي لنا رقم. الآن لاحظ انه هاي الصفحة رقم واحد، هاي الصفحة رقم اثنين، وهكذا. هذا الشكل اذا اقتطعناه وجبناه هين ورجعنا سوينا له بالمراجع، سوينا له تسمية توضيحية موافق، فيجر اثنين ليش؟ لا يعتبر ذاك فيجر واحد. هذا راح نمسحها من هنا، راح نلاحظ اوتوماتيكيا انه هذا الفيجر احتفظ بهاي القيمة. هسه اذا جينا سوينا تحديث للجدول او للحقل، راح يقول لنا انه فيجر اثنين موجود بالصفحة رقم ثلاثة. فهاي كلها حصلناها عن طريق قائمة مراجع لإدراج تسميات وتوضيحات للصورة او للجدول وغيره.
ودراج فهرس خاص بالنص الموجود في المستند. المجموعة الأخرى هي مجموعة مراسلات، اللي مطلوب منكم فقط انه هاي شلون انه ارسال البيانات عن طريق النت، يعني كل الاشياء المتعلقه انه شلون نتعامل ويا المغلفات وغيره عن طريق الانترنت. اذا هي المجموعه مجموعه مراسلات، يعني انا مطالبين مثلا بتعديد المجموعات اللي اخذناها، اخذنا الصفحه الرئيسيه، اخذنا ادراج، اخذنا تخطيط الصفحه، اخذنا مراجع، اخذنا مراسلات. مجموعه مراجعه لاظهار خصائص التدقيق، يعني هاي ما مطالبكم بها، ما اريد هاي تعرفوها. هي تخص يعني بيها مثلا التغييرات اللي سويناها اللغه، اذا احنا نريد نسوي تدقيق للغه، يعني عندنا كلمه معينه مثلا، خلي نكتب باللغه العربيه، خلينا نكتب كتاب. نلاحظ كتاب كتبناها بطريقه خاطئه، حطينا حرفين. نيجي على التدقيق الاملائي، راح نقول له تجاهل الكل، نيجي كلمه كتاب، فراح يطلع لنا مقترحات، المقترحات اللي يتوقعها، فيقول اعتقد هاي كتاب، فنقول له تغيير اغلاق، نلاحظ انه غيرها لكلمة كتاب. فهاي مراجعة لما موجود داخل النص، فهم ما مطالبين بها كدواخل، لكن مطالبين انه تعرفون القائمة الموجودة، يعني احتاج اسم القائمة تكونوا تعرفوها. قائمة عرض بها اشياء مهمة. قائمة عرض، الآن خلنا نروح على قائمة عرض. قائمة عرض طريق بها، المجموعة الأولى هي طريقة عرض المستندات، يعني أنا هاي هذا النص مالي الآن أنا عرضه بالطريقة اللي راح تطلع بالطباعة، ممكن أغير طريقة العرض إلى ملء الشاشة. الآن راح نشوف إنه ملء الشاشة بحيث أقدر أشوف كل الشاشة بدون الأدوات. ممكن أسويها تخطيط ويب، إنه شلون هاي الصفحة إذا أريد أسويها صفحة إنترنت شلون راح تطلع. مخطط تفصيلي هم يظهر النياب حسب السطور الموجودة. أكثر الطرق اللي مستخدمة بالعرض هي طريقة تخطيط الطباعة. يقوم بعرض الصفحة على شكل ورقة الطبع، تعتبر من أفضل الطرق وأسهلها في العرض. ملء الشاشة، تخطيط ويب، مخطط تفصيلي بهيئة مخطط، ظهر كافة أدوات المخطط. قلنا التخطيط الويب عن طريق يطلع على شكل صفحة انترنت. مسودة يطلع لنا اياه كأنما هي ورقة بدون اي تأثيرات، بدون الوان، بدون اي شيء، يعني حتى الالوان اتصور ما يطلع. خلينا نجرب. يطلعها كالوان، لكن التأثيرات الاخرى مثلا حجم الصفحة وغيره ما راح يطلع لنا اياه، مو مثل تخطيط الطباعة راح يطلع لنا رقم الصفحة والاشياء الاخرى. المجموعة الاخرى ضمن قائمة عرض، المجموعة الاخرى اللي هي الاظهار. اظهار هذا شنو فائدتها؟ بيها ثلاث اشياء. المسطرة اذا فعلناها راح يشوفنا بالضبط احنا شنو حدود الصفحة مالتنا، من اليمين ومن اليسار، من الاعلى والاسفل، وشنو المكان اللي احنا نشتغل بيه. بالذات مثلا اذا اردنا ادراج جدول معين، فداخل المسطرة راح يشوفنا الابعاد لكل عمود ولكل سطر. يعني هنا من الاسفل نجي نشوف انه بهاي المنطقة يشوفنا تفاصيل حجم كل عمود وكل سطر، عن طريق منه؟ عن طريق عرض مسطرة. خطوط الشبكة هو يشوفنا الورقة مثل المخطط البياني، طبعا هي ما تطلع بالطباعة. هسه خلنا نقول له كنترول اي ديليت. الان هاي الورقة ما تطلع بالطباعة اذا ردنا نطبعها، لكن فقط يعني قائمة عرض هي ما لها علاقة بالامور اللي تطلع بالطباعة، فقط شكل الورقة اثناء عملك عليها. يعني الان لنفرض انت تريد ترسم خط معين، فتريد تحسب بالضبط كم سنتيمتر انت تريد تشتغل عليه،
يعني الآن حتى تكون الأمر بدقة عالية، نرسمه، نجي نرسم خط وندرج خط آخر شكل، نجي مثلا هذا الخط من هنا، عدد السنتيمترات الموجودة بالضبط. لنفرض عندك في الدائرة معينة تريد ترسم الدائرة بالمنتصف، منتصف هاي الأشياء تريد دائرة طبيعية. الآن إذا نلاحظ نقدر نعرف بالضبط الدائرة كم سنتيمتر هي موجودة. هاي الورقة بسبب عرض، رحنا على عرض خطوط الشبكة، الآن نشيلها راح نلاحظ أن الورقة راح تطلع بهذا الشكل بالطباعة. لكن شو استفادينا؟ استفادينا أنه حتى نعرف بالضبط الأبعاد اللي جاء نستخدمها أثناء الكتابة لمحاذاة الكائنات. جزء التنقل، إحنا إذا عدنا مجموعة أفصل وكل فصل حددناه عن طريق الأنماط الموجودة بالصفحة الرئيسية، فنقدر من هنا نتنقل على العناوين مباشرة. الآن هذا نص، وإذا ننزل للأسفل للصفحة الثانية هذا عندنا نص، هذا مثلا بالأنماط سميناه عنوان. شوفوا تلاحظون هذا همين، إذا بالأنماط هم سمينا عنوان، تلاحظون صار عنوانين. فإحنا بالتنقل عن طريق عرض من سوينا جزء التنقل خلينا حتى نتنقل بين الأفصل الموجودة عندنا، وممكن هم نشيله هو فقط عرضه على الشاشة. تكبير وتصغير، هاي تفيدنا انه احنا مثلا عندنا نص معين نريد نكبره، العرض على شكل صفحة واحدة، على شكل صفحتين، او عرض الصفحة، ممكن احنا نسوي تكبير الاكبر من هذا. طبعا ممكن بالكنترول والماوس، بكرة الماوس، نكبر ونصغر. واذا ما عندنا رأسه مباشرة ممكن نقول له عرض لنا صفحة واحدة او صفحتين او 100%. هاي مسؤولة عن اظهار يعني طريقة تكبير الشاشة وتصغيرها. أول وحدة اللي هي شكل العدسة، هذه طلع لنا قائمة نقدر على أساسها نكبر ونصغر. وثاني وحدة هي لإظهارها 100%، وهي صفحة واحدة أو صفحتين أو على عرض الصفحة الواحدة. هذا المجموعة الأخرى اللي هي نافذة، ممكن إحنا نفتح نفس هذا الملف لكن بملف جديد. تلاحظون من الأعلى عندنا هذا يسموه دوكيومنت 2 الأول، وهذا دوكيومنت 2 الثاني. شنو فائدته؟ هاي صفحة جديدة مكررة عن السند اللي نعمل به. ممكن هذا يسوي لنا إياه مرة ثانية، ممكن نعرضهن اثنين هنا بنفس نفس النافذة بنفس الشاشة حتى نقلب بيناتهم إذا كان عندنا تعديلات معينة، أو ممكن نكبر ونلغي النافذة الثانية اللي إحنا اشتغلنا بيها. طبعا ممكن نخزن العمل اللي الجديد، إذا مثلا عندنا فد مستند نريد نشتغل عليه وما نريد نخزنه، نفتح نروح على نافذة جديدة ونشتغل بهذا المستند، ونروح على حفظ باسم نحفظه باسم جديد يختلف عن ذاك الاسم الأصلي. إذا كان عندنا أكثر من صفحة راح يسوي لهم ترتيب. يمكن تقسيم الشاشة، ممكن تقسيم الشاشة القسمين، وممكن إنه يعرض. هسه إذا جينا على نافذة جديدة، الآن عندنا نافذتين، ممكن أعرض جنبا إلى جنب وحدة من اللخ، ممكن يعرضهن أذن وحدة من اللخ بحيث إنه تقدر تشتغل على اثنينهم. وممكن تقول له انقسام يقسم لنا النافذة إلى مكانين، يعني هذا ملف وهذا ملف، هو نفس الدوكيومنت بس احنا نعدل عليه بحيث انه ممكن نختار واحد منهم هو اللي نشتغل عليه. إزالة انقسام هاي الملف مالنا الأصلي اللي هو من هنا نقدر نشوفه هذا الدوكيومنت الثاني. هاي كلها قلنا إعادة تعيين موضع النافذة، رجعناها مثل ما هي. هاي كلها مسؤولة عن عرض الملف اللي جاءت تشتغل عليه، كله متعلق بعرض الملف على الشاشة وليس
على الطباعة أو داخل الطباعة. القائمة الأخرى الأساسية اللي هي موجودة اللي ما هذن كل قائمة من ذن القوائم بها أدوات، أدوات اللي ممكن نستفاد منها أثناء العمل مالنا على الورد. القائمة الأساسية هاي هي ملف. شنو بيها ملف؟ بيها هاي الأشياء، أنه أنا ممكن أحفظ المستند اللي جاي أغير عليه، أحفظ الأشياء اللي أريدها حفظ باسم، ممكن أني أحتفظ بالنسخة السابقة بدون تغيير، والتغييرات الجديدة أحفظها ملف جديد، ممكن يحولني إياه مباشرة إلى بي دي إف. البي دي إف هو ملف غير، يعني إحنا مثلا كتبنا بلغة معينة باللغة العربية ونريد نرسل الملف في الحاسبة ما بها لغة عربية، أو الحاسبة إلى دولة أجنبية أخرى، أو إعدادات الوورد مالتنا تختلف عن إعدادات الوورد ماله، فمن نرسل ملف بالوورد بإعدادات معينة على وورد إعدادات تختلف راح تصير تختفي الخطوط والألوان والتصاميم الأخرى والأبعاد. لكن ممكن نحافظ على هذا النسخ كيف؟ عن طريق تحويله إلى بي دي إف، فيصير على شكل ملف نصي لكن أشبه بالصورة، يعني غير قابل إنه ما يتأثر إذا راح على حاسبة أخرى اللي هو أكروبات. مثل هاي الملزمة مالتنا الآن هي عبارة عن بي دي اف، هو ملف ما يتأثر بنظام التشغيل، سواء شغلته بموبايل او بحاسبة ما راح يتأثر. فتح لفتح ملف سابق احنا خازنيه، يعني مثلا اذا رحت على فتح راح يطلع لي الملفات السابقة اللي انا خازنها. اخير هو يفتح اخر مستندات اللي فتحناها، هسه اذا اروح على اخير يطلع لي هاي الاشياء اللي انا مشتغل بيها سابقا. جديد أنا إذا أريد أفتح ملف جديد مباشرة ما بأي إعدادات، ممكن عن طريق قائمة ملف طباعة لطباعة مستند، حفظ وإرسال لحفظ عن طريق الإنترنت. التعليمات هي تطلع لنا التعليمات الخاصة بالبرنامج، يعني التعليمات تطلع التعليمات المتعلقة بالسوفت وير مالنا، شنو إصداره، وهل هو مفعل لو ما مفعل، والموديل ماله. خيارات ممكن انه اني اريد اغير بعض الخيارات الموجودة بالبرنامج الوورد، مثل اللغة المعينة اللي استخدمها، الاحرف هل اريدها باللغة العربية دائما لو باللغة الانجليزية، الارقام عربية او هندية او حسب النظام البي. فهاي كلها تابعة ممكن اعدل عليها عن طريق قائمة ملف، واروح على خيارات واضيف شريط الادوات. هاي شريط الادوات اللي اقدر ممكن اغير بالادوات الموجودة بالاعلى وبالاسفل. لانشاء ملف جديد ممكن عن طريق انه ممكن احنا نروح بسطح المكتب، نضغط يا اما ندوس جديد من هنا من قائمة ملف ندوس على جديد، يا اما باي مكان بالحاسوب نضغط زر الماوس الايمن وندوس على نيو جديد ونختار مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت في دوكيومنت، فراح ينشئ لنا ملف جديد. قائم الطباعة إذا رحنا على ملف وجينا على طباعة، الواجهة الأساسية الموجودة بالطباعة شبيهة بيها، حتى نطبع مباشرة نضغط على كلمة طباعة. عدد النسخ هي لتحديد عدد النسخ، أنا إذا أريد أكثر من نسخة، أكثر من نسخة ممكن من هنا أغير عدد النسخ اللي أريد أن أسويهن عدد أكثر من واحدة. الطابعة أنا إذا عندي أكثر من طابعة ممكن أبدل بيناتهم، أي أنا عندي مجموعة طابعات معرفة، ممكن تطبع كافة الصفحات أو ممكن تطبع صفحة واحدة فقط، يعني الحالية اللي هي واحد من اثنين، وممكن نطبع مجموعة صفحات. مثلا أنا عندي 10 صفحات، أريد الصفحة رقم 5 و6 و7، فممكن أقول له من صفحة 5 إلى صفحة 7، يعني اختاريت الصفحات المخصصة. فهي لطباعة الصفحة الحالية لطباعة نطاق معين. ممكن أطبع على وجهين الطابعات اللي تدعم هذا الموضوع، ممكن تطبع وجه وظهر بحيث تطبع الورقة وتسحبها وترجعها مرة ثانية وتطبع. موجودة الآن هاي الطابعات تطبع على وجهين. ممكن إنه نغير اتجاه الطباعة، ممكن نسوي اتجاه عمودي أو اتجاه أفقي من هنا من قائمة الطباعة. ممكن نغير، يعني أنت مثلا أثناء شغلك أنت قلت له أني ورقتي A4، لكن من جيت تطبع كانت الطابعة مالتك A3 أو A5، فممكن من هنا أيضا تغير
تغير بحجم الورق مالك. الهوامش ممكن من هي نغيرها، اللي هي هاي وين لقيناها احنا، وين شفناها هذني، هذا الموجودات بتخطيط الصفحة، من اعداد الصفحة ممكن نسويها، او اثناء الطباعة ممكن اكو اعدادات معينة للصفحة، ممكن صفحة واحدة او صفحتان لكل ورقة او 3 صفحات. هاي تختلف عن موضوع الاعمدة، يعني انا ممكن انه انا اطبع 4 صفحات بتفاصيلهن بالورقة الواحدة الاي فور، وممكن اطبع صفحة واحدة. فممكن انت تطبع مثلا، انت تريد تطبع تختلف عن الاعمدة اللي حكينا عليها، يعني هاي مثلا عمودين لكن ملف طباعة صفحات، هاي ممكن يطبع اكثر من صفحة بالورقة الواحدة. هاي الملاحظة ما اريدها، فقرة، هاي خيارات الوورد ما اريدها، خصائص الارقام. هم ما اريدها. اشهر ما اريدها. هاي الصفحة 43 ما مطالبين بيها. صفحة 44 فقط للاطلاع، يعني ممكن ببرنامج الوورد انه شلون تحط الاشياء الاضافيه اللي هي الضمه والكسره وغيره، سالني احد الطلاب، فعن طريق الشفت وحرف اي نضغطهم باستمرار، نضغط اولا حرف شفت ونضغط ضاغطين عليه وندوس على حرف اي، راح يصير عندنا الضمه باللغه العربيه. فهاي هذني بعض الرموز الموجوده، هاي فقط للاطلاع. الاختصارات مطالبين بيها، الاختصارات مطالبين بيها، يعني اريد هاي النسخ كنترول سي هي للنسخ، يعني مختصر بالكيبورد من لوحة المفاتيح، إذا أضغط كنترول سي راح ينسخ، كنترول إكس هي للقص، كنترول في طبعا سي من كوبي، إكس تخيلوها مثل المقص هي للقص النص. الفرق قلنا بين النسخ والقص إنه النسخ ممكن أستنسخ نص وأحطه بغير مكان فيصير عندي نصين، القص إنه ألغيه، الفي للصق، كنترول زد هي للتراجع، كنترول أي هي لتحديد الكل. كنترول شيفت لتغيير اللغة العربية، كنترول شيفت من اليسار لتغيير اللغة الإنجليزية، كنترول اند هي انتقال إلى نهاية الملف، كنترول هوم انتقال لأول المستند، كنترول يو يحط سطر تحت النص، كنترول ان إذا ردنا نسوي ملف جديد، احنا رحنا قلنا ممكن عن طريق ملف جديد راح يفتح لنا صفحة جديدة، لكن ممكن عن طريق كنترول ان ايضا راح يطلع لنا صفحة جديدة. كنترول اي هي للخط المائل، شلون اللي موجود بالصفحة الرئيسية، يعني اذا نجي هين، خلنا نسيت هاي النافذة، اذا جينا هين على الصفحة الرئيسية ردنا نسوي هذا النص مائل، راح ندوس هاي، او عن طريق كنترول اي يفعلها، كنترول بي للغامق، كنترول بي يطلع لنا الطباعة، كنترول او لفتح المستند، كنترول اف للبحث. فالمطالبين بها هي 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، 1 2 3 4 5 7 و8 والعشرة، 12، 13، والـ14، 16، 17، 18، 19، 22. هاي الصفحة اللي هي 46 فقط للاطلاع بيها، لا بيها كم واحدة، خلنا نشوف شنو المطالبين بيها. كنترول اس للحفظ، كنترول شيفت اس هي للحفظ باسم، ديليت للحذف، حذف الحرف قبل المؤشر
باقي سبيس، لاحظ في الحرف بعد المؤشر، سبيس هي للفراغ لإنشاء مسافة. هذا المطالب به رقم 20، 19، 18، 6 و5. هاي الملاحظات للاطلاع فقط، ما مطالبين بها. هاي كلها من صفحة 48، 49 و50، هي فقط للاطلاع. بهاي المحاضرة نكون أنهينا المادة الخاصة بمايكروسوفت وورد 2010. إن شاء الله راح نكمل المحاضرات الجاية، راح ناخذ البرنامج المايكروسوفت أكسل المسؤول عن الجداول إصدار 2010. شكرا جزيلا.